حجي بدي منك تعرفيني باسمك الكامل ومن اي قرية وتاريخ الولادة لو سمحت. ما عرفت الولادة. قد ايه طلعتي لما كان؟ طلعت انا بنت 18 19، لاني انا اتجوزت بنت 15 وطلعت مع ولد عمره 1.5 سنة وطلعت حامل. طلعنا وهجرنا. شو الاسم بس حجي؟ اسمي سعدة. سعدة شو؟ باسم ابوي ولا باسم جوزي؟ لا اسمك، اسم ابوك واسم العيلة لو سمحت. اسم ابوي محمد. انا اسمي سعدة. واسم ابوي محمد، ومحمد خليل الاطرش. من اي قريه حجي؟ احنا من خان يونس ابوي. وجاي على المنشيه وربي بالمنشيه هو اهله. الاصل من خان يونس؟ ابوي اصله من خان يونس. بس يعني بتعرفي انت عن المنشيه خان يونس؟ ما بعرف، راحوا على خان يونس ابوي يشوف قرايبه كثير يعني، ما بعرف انا. طيب حجي، نعم، بدي اياك هيك تحكي لي شوي عن المنشيه، شوارعها، بيوت، شوارعها، مدينه. بدك تقول عن المنشيه مدينه، لانها على عكا، هي وعكا يعني بيقولوا عليها مشي. احنا ما في، كان اول هيك سيارات، في حناطير واشي، بس لان عكا قريبه علينا، لان المنشيه من حاره عكا المبلطه، لان العكا والمنشيه هي المنشيه من حاره من عكا، بيقولوا لها حاره المبلطه. وربيت انا رحت سكننا فيها العكا. واحنا فلاحين يعني. الشوارع المنشيه كانت مزفتي ولا كلها رمل ولا كيف كانت؟ لا، ارض العاده ترابيه. ومواطير فيها وبيارات، وفيها فلاحين يفلحوا وفيها يشتغلوا بالدبوية وبساتين وهيك ورزق. بحاجة تتذكري العائلات اللي كانت حواليكم؟ مين هن؟ في دار دعبس، مصطفى دعبس، وفي الفهد دعبس، عيلتين هن ثلاثة مع بعضهم، وفي دار دياب صائر، وفي دار السخنيني، وفي دار حمدو، في دار زحمد. هذول عيال فلاحين يعني، بس البلد كبير فيها. في عمي علي العبد الله كان مسؤول بالدبوية، فيها ناس كتير بالبلد، بس اللي يعني هذول بعد لك هن هذول عيال كبيرة. هذول يعني، وفي كتير يعني عيال، بس هذول اللي بعرفهم انا اللي حوالينا. دار الزحمه، دار حمدو، دار السخنيني، دار ابو ظلام، يعني هاي عيال كانت. وفي كيد العويص، في علي فستو، هذا من عكا وكان فاتح عامل بياره بالبلد، وكل العالم تزرع وتقلع وعايشه العالم بخير الله. الحجي كان في اكثر من مختار عندكم بالقريه ولا كان لكل؟ لا، كان مختار واحد، كان مختار علي خريبه ابو الامين بيقولوا له، هذا جارنا. وقبله كان حمدو، يعني كل نقلي انا بعرف هذول الاثنين، هذول كانوا مخاطير. وهذا مختار بلدنا ابو الامين، مثله فيه واحسن منه ما فيه، كان هو راد البلد كلياتها، ولا ياخذ من حدا مصاري ولا شيء، يخدم لله. واجى هون على لبنان حيا عيلة يعني. ده حجي شو كانت مهمته المختار؟ كان يصلح بين العالم، يعمل وراء، يمدير وراء اللي بده يخطب هذاك كله ببلاش. صدمنا المختار عليه كل شيء، وهو يعني مختار بلده وعنده رزق، ما مش بعازي يعني يطلع ياخذ من هذا والله من هذا. واخوه هون مات يا حرام بعد لونه، اسمه عيسى خريبي. كان عنده ديوان تجاري، عنده ديوان، والديوانات كل يعني عيله
عنده ديوان، عنده عيلة، عنده يعني كل واحد كل عيلة يعني تلم بعضها في إشي، تلم مع بعضها. وكانت عندنا يعني أكتر إشي البيارات البساتين، حامض، ليمون، بردان، خضرة، كان بيارات كتير كلها بحثت مواتير وكلها صارت البلد لله، خليها لله. وبس أجينا بدنا نفرح. طيب حجي، كان في دكاكين عندكم من أصحاب الدكاكين كانوا؟ في بيقولوا له أبو هذا كان لحامي وكان دكاكين، كان شو اسمه هذا والله بنساه سمين، لأنهم ماتوا كل نزلام كبار وماتوا. علي العبد، يوسف التراوي، هذول كان عندهم دكاكين حد بعضهم يعني. وفي فراني، أبوي كان فاتح دكاني اسماني وأواعي، كان حكايته يعني الحمد لله. والكاز يجيبه بالتنك الكبير هذا يعب البراميل، كان خير الله يعني. وكان عندنا بقر وخيل، بتقول لك عن السمسم بقول لك كانت ترمس والله، انه هذا اسا بعده مات هو، بس بيقولوا له عيسى، عيسى هذا برا اخوه عيسى خريبي، هذا كان يطلع لنا الترمس فاتحين بالسقف هيك روزني، ويتعب ويحمل كيس الترمس ويطلع يديره بالروزني، ما فيش كياس عندنا نعبيه. السمسم بقول لها كنت انا بدي اخلف، ثاني يوم خلفت كنت مع اهلي قال لي ما حنس ربة السمسم، بتقول لي كيف كنت تضحك، اقول له كل خمس ست بيوت هيك نربطهم دمم ونحملهم بالكاره ونطلعهم وين على الحيط، نقعدوا السمسم هيك ومشان خمس ست ايام يفتح، تعمل له هيك اللي هو كله يكتب الارض. الحمد لله كنا عايشين. حجل المنشية كانت مقسمة مثلا حارات، يعني في حارة فوق حارة تحت. في حارات قريبة مثلا على العين وعلى البيارات وعلى المدارس والجامع، احنا كان دار عمي حد الجامع واهلي باخر البلد من هون، هيك كانت يعني. في جوامع وفي مدينة. بتذكر الشيوخ تبعون الجوامع مين اللي كان يصلي بالعالم، اللي كان يقدم كان ابو الاغا بقولوا له ماتون والله بلبنان، هو كان يقدم. وكان يجي شيخ من عكا كمان يوم الجمعه يعملوا يسمعوا للجامع، وشي ينزل على عكا يصلي، ايش يصلي بالبلد وايش ينزل على عكا. ما راحت الشغل هذا الواحد ياخذوا ويشتروا، وجامع الجزار وجامع تاع التصاط وكله. بقول لك عكا والمنشية يعني بدك تقول برمش بتوصل، شايف اسمه مثل فيضة وعين الحلوة، اغلبها تروح ماشي العالم. حجي مين كان لحامين عندكم القريب؟ كان عندنا ياسين السخنيني بعرف ياسين، وكانوا يعني كثير لحامه، هذا يذبحوا ويجيبوا غنم وهذا ويذبحوا والبلد تشتري، واللي نازل على عكا يشتري. بقول لك عكا يعني مش بعيده عنا. كان ابوي يعني بدنا نطبخ ولا شيء، اقول لاختي تعالي خذ هاي قرش بتجيب سندويشه وجبنا وقتين لحم، تركض تروح، أختي أصغر مني تروح دغري تجيب وتيجي. طيب تذكري الوالد وين كان يحلق؟ مين الحلاق اللي كان يحلق عنده؟ لا كان يحلق بعكا. ما كان في حلاقين بالمنشيه؟ لا قليل، يعني أبو زلمة سلم كبير يحلق عند حلاق بعكا، والله بقى نسيت اسمه والله، كان يحرق إلا عند حلاق واحد بعكا. وفي حلاقين للشباب ولا هيك، اغلبها كلها تلاقيها بقول لك عكا والمنشيه يعني حاره، بتقول حاره اسم حاره المبلطه.
يعني بعرف أنا ما أسمع من أمي إن هاي حالة المبلطة، لأن نروح نجي يعني مش بعيدة عنا. طب حجي كانت المي واصلة عندكم؟ عين أحسن عين كانت مية تنشيط ولا بقولها من تيجي من البصة، من طلع البصة والزيب من هناك جاي على عينه إلى عقدة، طول الطيارات تحت العقدة. كنا نطلع بقلب العقدة في إلى جتاءات نطلع فوق بنات ولا كنا نطلع في مية أحسن مية الكابري كمان من هناك. وبعدين يوم انتصار البيارات نتمل من البيارات، يوم يدوروا المواطير مشان يسقوا تنزل هالمي مثل التلج. كانت عز وسعادة. وانتو تنقلوا المي بالجرار يعني؟ وبعدين صارت حنفيات وصارت كل كهارب وصارت كل شيء. ويوم انا جينا نسعد اجت اسرائيل، لا والله مش اسرائيل، العرب. انا بحكي لك عن 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 العرب كيف اجت خانتنا. كنا يوم صارت الحرب احنا واسرائيل، احنا واليهود، اجوا قالوا لنا صرنا احنا التل، بيقولوا له عندنا التل، بيقولوا له هذا معالي يعني اعلى، يعني اعلى شيء يعني من عنده، بنحارب كل اليهود اللي بالكبانيات. اجوا جيش الاركاز كانوا شبابنا يطلعوا يحرسوا، نودي لهم اكل ومي وكل شيء، ودوبنا نزلنا عن التل ودينا الاكل، والله اجى هذا جيش الاركاز بيقولوا له والله بقول انتوا تريحوا للشباب واحنا جايين نحرس عنكم. انا مع اللي كنت رايح اودي اكل، وزلمتي مع اللي بحرسه. والله هو نتفي اللي هو روح، بقول له مالك اجيت؟ ودينا الاكل ورجع كله، يعني مش بس انا، هالشباب وهالصبايا كلها مع بعضها. والله بقول لي اجى جيش الانكاز وقالنا انزلوا انتوا تريحوا واحنا جايين نقعد مطرحكم نحارب. بس قال لي انا مش مأمن لهن، في واحد اسمه علي حسين الزعضة عنده كارة، وكان يعني مع زلمتي يشتغلوا هن بالدبوية، أهلي شكل ودار عمي شكل. والله وقال له عارف تعالي نقلت هالعيلة، أنا خايف من زلمتي لا جاره، تعالي نقلتن على كفر يسيف أحسن الليل يصير إشي بالمنشية. قال له يا زلمة، قال له يلا أنا بالفرن عدخ بس حط لها الخبزات، وأنا وأختي وابني وهو هذاك الزلم عيلته، ويلا أخذونا على كفر ياسيف هناك وين بالمدرسة حطينا. والله بالليل بسمعنا لها الإقواس، شوفي أجي واحد من بلدنا والله هو جاي، والله بقول والله مالك يا أبو محمد؟ قالنا والله إسرائيل اليهود قاعدين يقوصوا علينا من التل، وجيش الأركاز يهرب ضحك علينا، تل البواريد اللي معهن خربانة، شو تصيري؟ أنا أمي وأبوي واقع ومكسور زره، الناس تطلع لبرا أنا فايتة على البلد. ليه؟ لأنه أبوي وملوش حدا. لقتني أمي قالت لي وين هيك؟ أمي كانت عنده، قلت لها يما وين أبوي؟ قالت لي دن بالبيت يما، والإقواس صار علينا. قلت لها خذي الولد وروحي على هناك على المدرسة عن ابني، أنا بدي أروح أجيب أبوي. رحت الإقواس علينا من التل، ما هو اللي كان التل هذا كشفنا، إحنا كنا مستعانين فيه. يوم من أجل جيش الأنكاز وانسحب شو صار علينا؟ الإقواس علينا. رحت لقيت والله في اثنين من بلدنا بيقولوا له محمد هذا احمد ابو هذا ورجع خريب وخلص اثنين ثلاث دخلكم ركبوا لابوي بهالكاره مع علي البدوي بيقولوا له. قال لي انا بحملك شيء بس بركب لك ابوي. قلت له ركب لي ابوي بدي شيء. ركب لي ابوي بالكاره واخذه على مكسور من زره على كفر يصيف. وين مين اللي هذاك؟ يومين هجرنا وهن طلعوا معانا جيش الانكاز، هربوا قال معانا وسلموا الطل، وقام من التل اخذوا المنشيه وبدوا على عكا. صارت عكا علينا هوينه كمان. بوابه عكا كان انتم بتروحوا لهناك، بوابه عكا هيك حملها
كان مثل ست تقول لي تقول يا مثل عنا بنقول يا ستي وين راح اليوم سيدي ونزل على سور عكا وانهفى من طخن السور هناك كانت ايام تركية كاينين يدفنوا هناك فيها تخرفنا يعني ستي ام ابوي وهاي حالتنا وهاي عايشتنا وضنينا نركض يا خيا يا حبيبي من بلد لبلد اجينا عياركا هربنا من كفر يصيف عياركا كلنا مش بس انا كل العالم تركض مع بعضها كله تحت الشجر صاروا الدروز خلونا نطيب الشمس وصاروا يقوصوا علينا نهرب ضلينا نهرب لسنا صحماتها صحماتها اجى الطيران اصفنا تلاقي الشجرة تنقلع من اولها لاخرها هربنا ضلنا نركض لسنا رميش بعدين هذا ابو الاغا اللي بقدن بقول لك هو ونسوانه معانا يركض يا حرام معوش اشي لرميش من رميش لبنت جبين هاي كله مشي مشينا لهناك بس وصلنا هناك في واحد يعني كان ساكن عند اهلي من بنت جبين راحوا سألوا عنه اجى الزلمة امان لنا سيارة وركبتنا للصور وهاي حكايتنا طيب حجي لما اجى جيش الانقاذ وقال لنا الشباب خلاص انتوا ريحوا نحن بنحارب عنكم كل الثوار سلموا وراحوا ولا في حدا ضل يقاوم لا ضلوا يقاوموا بس كفر يصيف اجوهن اليهود هن مسيحيه قالوا له انتوا تعملوش اشي ونقدمش عليكم بس ليات من زيرك روم وشعب والبروه وهالاشي كله هاد كان بالحارب كله كان يحارب بس انا بقول لك او يرك كفر يصيب ما حاربت انا بحكيها من الصراحه لان هن اتفقوا انه ما تحاربوش من حقكوش اغلبها كلها مسيحيه كفر يصيب ما حاربوا واهلي ضلوا هناك ما ابوي اجله مكسوره وامي واختي ضلوا بكفر يصيب وضلوا اسا هناك بعدين بعد هلا ماتوا هناك ضلوا اخر شيء يعني ما طلعوا معي انا طلعت انا وزلمتي وابني طيب حجي بتذكري مين استشهد وقتها بالحرب هناك استشهد واحد من ادا نابلس ما بعرف من جنين حصلوا كان ساكن ببلدنا نسيت والله شو اسمه اتصاوب وتصاوب معاه بقولوا له بس طاب وبعدين مات شو اسمه نسيت والله اسمه الله يتصرح عن بالي اتصاوب مصاوب وطاب يعني بس واحد انا اللي بعرفه مات وبعدين بعكا مات كتير مع ان الشباب انسحبت يوم من هذاك وفتت على عكا، عكا مصونة داوموا بعكا بيجي قريب الشهر وان يقاوموا هن واسرائيل وبعدين احنا هربنا وضلت العالم ورا بعضها تتركها وايش يموت هون وايش يطيب هون ضلت شحطنا طيب حجي قلتي لي الوالد وزوجك كانوا من الثوار مين كان معه تذكري من اسماء اللي كانوا معه هن بعد انا والله ما بعرف مين انا بعرف يوم ان استشهد شو اسمه عمه لابو عمار خاله بكون ولا شو اسمه ومن يومتها احنا خسرنا شو اسمه لان انا وعيه كله بعرفه بس شو اسمه عد حد عيفة شو اسمه طوق انهارها وقوشت اسرائيل طوقت من ورا متى استشهد ابن عمه ما بعرف عمه ولا ابو عمار شو اسمه انت بتعرفه ما انت بلا شو اسمه مرجي بن عامر ايوه شاهن مرجي بن عامر من يومتها طوقوا الكبانيه هيك يعني يحكوا لنا ما احنا متابعين الحياه معهم طوقوا اجتوا هن اسرائيل وطوقوا علب وهن بالنص سنه شهر يومين مات ابن عمه لابو عمار ما بعرف خاله ساعتها قلنا خلص انكسرت العرب
لأنه هو اللي كان الرئيس. وظلنا العالمية نستحمطنا، ما حدا بيعرف حدا. الحاج من بعد ما طلعتوا من القرية في حدا من أهل القرية رجع على القرية يتفقد الوضع يجيب أغراض؟ وين يعني بلدنا؟ أنا كنت أفوت. أيوه. نروح ما احنا بكفوت يا سيف، وطلعنا آخر الشتاء من بلدنا، لأنه بعرف آخر الشتاء لأنه كان القمح بعده مش مفرك. بقول لك أنا أهل فلاحين، كان عندنا شقفة أرض هاي القمحات مش يعني عاليين فيها. قال أبوي لزلمتي ولك خد لك كسين كماوي وروح رشن بهالأرض بهالأرض بهالقمحات بركي بصيروا. رشناها وطلعنا وقامت شتت هيك الدنيا علينا. قال بده شو؟ قال أبوي قال الله لما القمحات اللي حد البلد شو صار فين؟ قلت له أروح أشوف لك إني أنا ما كنتش أخاف. قال لي مين؟ أخذت يعني أختي وأخذت بقوله لم صارح خرق الطريق وهيك أكب وحدي. كنا نروح نجيب من بلد بدنا ناكل العالم. رحنا ولا شو هالقمحات؟ قلبي شو هالقمحات هيك علوين وهيك السبلة. نقينا منهم وجبت، قلت له شوف يا أبو القمحات كيف صايرين. كنا نروح ونجيب أغراض من بلدنا. هن اليهود ما هو جاي بين كفر ياسيف وبين المنشية في مطار، مطار طيران، بس ما كن هن أخذوا طيران، ما كان في طيران بس في السسوينة تحت الطيران. كنا من هناك نقلط ونروح، يعني بين كفر ياسيف والمنشية يعني ما هي كتير بعيدة، والعالم تركض بدها تأكل وبدها تعيش وبدها شرط رجع أو حياتها. طيب حجي لما طلعتوا أخذت الوالد أو أخذتوا معكم شيء كواشين شيء يثبت الأملاك اللي زلمتي كان موظف طلع معه لوراء وهوية وإشي وأجى على هون على لبنان وإحنا دنينا بقول لك بسحماتة بديك البلاد أجى قبض من هون قبض ودن بعدين أجى أخذني. بس ما بعرف كان في عنا هويات قديمة ما بعرف. طيب حجي نرجع شوي للقرية. نرجع شوي لورا على القرية وعلى شو في بالقرية. قلت لي كان في مدارس عندكم. انت درستي بالمدرسة؟ لا ما درستي. لا لا اقول لك ليه، كانت اول ما كان في يعني مدارس وأن البنات الأهل ما يعني يحبوا كلها على عكا مدارس بعكا، الأولاد تروح تقرأ تعرف الأولاد تروح ويعني في بستان بقولتوا منه ودغري في مدارس، في مدارس حكومية في مدارس يعني روضات في كل إشي. بس عكا بقول لك عكا ما هي بعيدة عنا. بس أنا أبوي والله ما كان يقبل. أقول لك كان معروف بهذاك الوقت انه البنت ما بتدرس. ولا كان في لا قال لا كل ولا غير في بنت بيقولوا له العبد ابو ظلام، هذا كان موظف بالجيش بالدرك ما بعرف بالجيش وكان ساكن بحيفا، هذول بنات قريو اسم عيش العبد ماتت هذيك الدور. هاي تعلمت هاي تعلمت هي واختها باقي ما باقي كله غير الاولاد اللي يقرا بالمدارس. وبقولوا للسخنين ابراهيم السخنيني ما تبقى هاي بلد شو اسمها هون كانوا الاساتذه يعني طلعوا ومحمد هذا وفي اساتذه يعني كانوا ببلدنا يدرسوا بس اخلاق. سلم ايديك. لا لا بدنا نكفي بعد. مستعجلين؟ لا. طيب شو كنا عم نحكي؟ عم تحكي لي كنت عن المدارس. على المدارس. قلت لي انت ما درستي. لا. طيب يعني كانوا يحكوا لك مثلا او كنت تعرفي شو كانوا يدرسوا مثلا المواد اللي كانوا يدرسوها؟ انا بعرف امي اهلي نحكي يعني قضية اخوتي، انا ما لي اخوه، اخوتي ميتين وانا صغيره، وفي ام وحده جارتنا جاي لامي كانت الناس على البركه، قال لي لامي افطمي انا بفطم ابن بنتي وبردع لك بنتك، اخذ انا بكل ساعه بمسكها مشان الله يطعمك، بركة الله بيطعمك نتفت ولد. جاي فاطمتني امي بختني هذيك المره
لسه بعد اولادها بيقولوا لي خيتها. فاطمه بنتها مختني انا عندها على عكا تردعني، واهلي عندن بقر وفلاحين، تنطيها حليب تسقي بنتها وانا تردعني. صاير عمري 6 أشهر عاد وضنيتني ايش اولادها يقولوا لي خيتها وانا اقول لهم خيتها، وهي قاعده بعكا وابي قاعدين بالمنشيه. يوم غاد خلفت واخذوني وصرت اروح عندهم، تروح حط اولادهم بالمدرسه، دخلتني انا بالمدرسه مع اولادها. تعلمت كني عاد بيجي الله اعلم شهر شهرين الله اعلم، تعلمت كلمتين تضحك علي، يا محلى كان النجار بالقدوم وبالمسمار بيعمل للماء مخزاني والكراسي كبار وصغار. وبعدها حفظتها، هاي اللي تعلمت. يعني كنت بعد بدك تقول بروضة، هاي اللي تعلمتها. وولادهن وأخوه واللي ضعت معهن بقولوا لي خيتها، وبراحوا على الحج ومات أخوي اللي يعني ذاك إخواتي، وإسا أولادهن بقولوا لي شلي يا حمتي، وبقصدوني وبضلوا بيقطعونيش ولا نتفة، أنا أختن خلص. طيب حجي بهالشهر او الشهرين اللي درستيه متذكري كان كنت توقفوا طابور صباح وتقولوا نشيد وطني؟ لا لا ما بعرف هذا كان، هذا النشيد كان اقول لك ولا والله ما بعرف ما بتذكر ما بتذكري. وانا يعني كنت بهذاك الوقت بدك تقول صغيره، مش طالع مثل ما طلعت يعني ومع ولد. منيح اللي بعدني حفظتهم والله. طيب حجي بدي تحكي لي شوي عن شهر رمضان. مين مصحر؟ شو كنتوا تطبخوا في رمضان؟ كيف كانت تجمع العيلة؟ في كان يصحر مات الله يرحمه توفوا يعني وبقربنا مش ابو شحاد بيقولوا له ايوب، هذا كل سنه كان هو يطبل للبلد، وباللي قدم قلت لك ابو الاغا كان يقدم. وبس يضرب ان بده يضرب المدفع نروح نستنط، كل هالاولاد نستنط وين تضرب المدفع، اللي معها حبه ملبس اللي معها غرض واحنا صغار هيك نستنى ليضرب المدفع. وعلى العياد نروح على عكا نعيد ونعمل كعك ويعملوا مخمر وما يخلوا شيء، نحمل حالنا ونروح على المراجيح. على المراجيح المراجيح بين عكا وبين المنشية هناك، وبيعملوا مراجيح وكلنا نروح، اشي يطبل واشي يبيع واشي مثل المراجيح العادة. شو كانت الاكلات المميزه برمضان؟ يعني كانت هاي الاكله لازم كل يوم تكون موجوده على السفره برمضان، كان في شيء مميز ولا كان اكل عادي؟ شو مكان كل بلد ببلدها، مثلا في ناس تحب الكبه سامع، في ناس تحب المقلوبه، في ناس تحب الصياديه، يعني هاللي بيجي على باله يطبخ الواحد. ما فلاحين لك، واكثر شيء المنشية بيقولوا عنها تحب المقلوب وبتحب هيك الاكلات. طيب حجي انت قلتي لي جوزت بفلسطين، هلا هون عندك مشروع طويل، بدك تحكي لي عرسك كيف صار؟ اي هذاك خليه ما بطل حدا يعمل مثله، بدي تحكي لي التفاصيل كلها من وقت ما اجوا طلبوك. نعم رحت على بيت جوزك. هلا هلا، هاي من طلبوني لا بعرف ولا بيعرفني، نحكي قضيتنا. اجوا بعتوا واحد بيقولوا له عيسى الحجي حماد يعني بيعرفن لا دار عمي، حكى مع ابوي، اجى ابوي قبل اول لانه ليه قبل قبلت امي؟ لان قالت له صغيره وشو صاير لان تجوزها من اسا وهذاك، قبلت امي بده ينطيني لابن خاله، ابن خاله بعبلين وامي ما لهاش غيرنا بدهاش تغربنا، قبلت وخطبوني قعدت 4 أشهر مخطوبه وبعدين نقلونا عروس. حكينا عن العرس كيف العرس بيعملوا تعليله
وبيعللوا 3-4 أيام على الخطبة، 3-4 أيام وعلى العرس، 3-4 أيام بيعملوا تعليل وبدوا الكوسة وبهاء وحداي بجيبوا وبفرشوا فراش بالحطب بالطريق مشان العالم تقعد وكراسي. هيك كانت العراسة. أو العريس بالعرس بخدوه يطوفوه، والعروس بعزموه، كان إلى دار خال، خالها بعزمها مشان يأخذ الخلعة. سامع؟ أنا إلي خال، وخالي عنده مهرة، عنده فرس، كانوا يركبوا العروس على الفرس، بركبوها وودوها عند العريس، والعريس يعني بغسلوه، والظهر بركبوه على الفرس وبطوفوه حول البلد. وفي عندنا دستور أبو عتبة ولي بخدوه لهناك يطوفوه للعريس، كل عريس بتوفوه بابو عتبة. وطلعوا هالنس العريس بتقعد الزلام تحدي وتشحز تحت، وعلى بتطلع على سطح هيك الولي هناك الساحة يعني، وهالنسوان بقعدوا يدقوا ويغنوا، بصير نقول ويدبك وبقولوا ريس يا ريس، عيني يا ريس، ويا فرحة قلبي طاف العريس. هيك ونقعد نغني وقولوا لأمه تفرش لكم وتطلع ببدلة تلاقي العريس، قولوا لبلقيس تعزم العريس وتطلع ببدلة تلاقي العريس. بعد ما يدقوا ويغنوا وإشي بقعدوا يرجعوا بركب على الفرس وبطوفوا بالبلد، وبحطوا له فستان من فساتين الحلوين قال على الفرس. واحد بدان تعبر بالإيد خيط بالإبرة بالفستان اللي هو راكب العريس عليه، قال بخيطوك على الفاضي. هيك كانوا يعملوا. والمغرب بودوا العروس على الفرس وبخدوه عند العريس، والعريس بيعود يخدوه ودوا عند العروس. هيك كانت. كان حجي إذا حدا يعني أنت عندك من المنشية يتجوز العريس يعزم كل القرى اللي حواليه؟ بيعزم كل القرى وبيعزم هوا ما إلو أصحاب، يعني مش كل واحد يعني عيلته كبيرة ولا هذا، بيعزم أهلهم كل بلد، كل واحد له بكل بلد يعني صاحب اشي بيعزمه، والتاني بيعزم التاني، وبدحوا وبدقوا وبغنوا وبنقطوا العريس، واهل العروس بنقطوا العروس. اكيد هذا وقت عرسك حنوكي؟ حنونة كانت دايقة الماستة من عكا، بقولوا لم العبد هاي بتولد وبتطحن الحرب. نزلتي على الجينة لما فتتي على البيت ولا ما كان في عندكم هاي العادة؟ وين؟ بالمنشية لما تجوزوا فيها وقت العطوه عجينة. عجينة ايامنا هاي كمان، واحنا حطينا عجينة. حطيتي عجينة؟ حطيت عجينة، عجينة وحبق بحطوا فيها حبق بتلزقها على الحيط. هيك كنا. طيب حجي حنينك لفلسطين؟ شايف ما رحنا مش اخذونا، رحنا من هون عن النقورة، ما رحت انا واولادي 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 يوم قالوا عن النقورة. ورحنا تمنينا، شايف كيف رايحين فاضيين، بس يقولوا لنا فوتوا وبدناش شيء من اللي هون، بدناش منه شيء ولا من عمار ولا من بيوت ولا من شيء، بس على هو خلونا بس يفتحوا لنا الطريق نفوت. انا صرت رايح على فلسطين بيجي 8 نقلات، ليه انا بقول لك بعدني بعرفها، لاني انا يوم رحت عملت لي امي تسريح، ما كانش حدا يروح بعده، وغير اللي له واسطه ويدفع مصاري. اجوا في بيقولوا له ابو العبد هناك من كفر يسيف، هاد بالبلديه بالبلديه. هو قالت له يا دخيلك بعرضك، ما قالي لها البنت تشوف لي تسريح، تعمل له تسريح اللي تيجي واشوفها. قال لي يا حجي بكلف كثير وشو بدك؟ قالت له دخلك قبل ما اموت بدي اشوفها.
اما في بالبن هو بين كفر يصيف بالمكه بهاي البلاد حاصله شاف واحد وعمل لي تسريح وبعثتني اروح بعثوا لي ورحت على فلسطين. رحت انا وبقولوا له كمان مات من البروه ذبحوا وغنوا وقاموا الايام قعدت شهرين يعني جددوا للتسريح. ليه؟ لانه ما لي يعني اخوه عاملين مشاكل اشي اسرائيل ما بتكشف وبتعرف. جددوا لي كمان شهرين. يوم انا جيت اروح قال ابو العبد يا خليل لامي قالت له نعم قال لها طيب اياك حطيت مصاري هالقدر وهي بدها تروح شو نابك؟ قالت له شفت هالنطط علي اسف وقتان نقلي وكثير وبعدين ابن اختي الا بده بنتي يا حبيبي يا خالتي وانا ما بقدر انطيك. قال انا ما بعرف كان بده يعمر بطل يعمر باع التراب والحديد وانا بدي بنت خالتي مشان دنك تيجي لعنا ما خدناش بنتك وبكره سته ماتت وسيدي بتعوديش تيجي. قاموا بعثوا وجاه من هناك من العمقه لزلمتي لهون وما فشلناش امن انطوهم وجوزناها هناك. هاي بنت اسمها ورد بكفر يصيب شو بدنا نعمل هي هذا قضيتنا. حجي لما رحتي لما الوالدة عملت لك تسريح ورحتي كيف كان اللقاء بينك وبينها؟ خليها لله اللي جايين ما هني بيطلعوا من تل العين سيارة توديني على هذا صاروا اولاد يعني اولاد سلف لاختي عرفوا السيارة الغريبة ما بتبين يعني مش من عندي وعارف كل يوم يقولوا لأمي لأمي يا مخليل وين شو حضر اليوم بدها تيجي سعدة اليوم بدها تيجي تقول أطبخ وأعدل حالي وكذا ما تيجي يوميتها شو قايل أي والله غير أطبخ مهروقة كل ما أطبخ وبعمل ما بتجي غير أطبخ مهروقة قايمة طبخة مهروقة وهلا أنا جاي أنا وابن ياسر كان ياسر هذا ابني يعني عمره بعد مش فاطمته سنة ونص بس كنت ضعيف غيري كان حالتي اللي عاد شافوا السيارة صاروا يركضوا ويزقفوا يا ام خليل يا ام خليل يا حاج امي كانت حاجة وابوي حاجة قبل ما طلعنا اجت سعدة يا اجت سعدة وقامت العالم التمت وصارت وهذا ابو عطا كنت اجيت انا وياه كمان بجديدة ما بنقلت من الجديد وبعدين من جاك كفر يصيف الاخر قرايبه وهالدربيك وهالغنانه وهالمها قامت اول ما يعني بدي اقول لك اول يعني ما راحت العالم احنا رحنا هذوك اهله حطوا مصاري عملوا له تسريح وانا امي دفعت بلايا لن اروح لعندها بالاردن حطت بالبنك العربي 100 ألف 100 دولار 100 ألف بالبنك العربي لابنه يخلوني افوت الاردن نروح وهسه بنتي بهاي شو اسمها البلد المسيحيه هاي امنه بنسى اسمها بلد فلسطين. طيب حجي هلا قلت لي انه الوالد والوالده راحوا على الحج مش هيك؟ حجوا بالبلاد ايام ما كنتوا في فلسطين. طيب كيف كانوا؟ احكي لي عن الحجاج، مين راح غير الوالد والوالده اللي عندكم بالقريه؟ كثير راحت ناس من راحوا دار ماتوا هذول كلهم. مين اسماء الناس؟ دار هاشم الدياب او اهلي راحوا انه دارها ام مرت هاشم الدياب امه او اجا لامي وارجع لابوي قال له وين الحج يا ام خليل لابو خليل لابوي قال له قاعده تصلي قالت له تروحنا نروح على الحج قال له ان شاء الله ابوي امي بتصلي ضحكت انه ابل يعني بس خلصوا ولا بقول يلا يا ورده علينا ما بدنا نتحمم ونروح نطعم قالت له وين؟ قال بدنا نروح على الحج. قالت له عن صحيح؟ قال لها قالت له امي انا معي مصاري بس بتسامحني. لان هاي المصاري يعني مني ومنك بدها مسامحه. قال لها بسامحك.
قاموا أيدوا وراحوا على الحج. كان علي ابن صغير أحبني، وين كنا نقلت الحجاج على حيفا، أخذنا هالباز وراحت الناس معانا قريبنا ندق ونغني. لقلطنا هين على البحر بالبحار، هن ركبوا وراحوا وإحنا سحبنا حالنا وروح. كان الناس تروح 3 أشهر على الحج، مش مثل اليوم. أجوا لقوا علي صار يفر الحارة. وما زي ما أجوا من الحج إلا الحرب عليه، يعني ما أجوا إلا الحج إلا البحر إلا صار الحرب أوله. وظننا يا من أول لهون. طيب حج هلا إذا صح لك ترجع على فلسطين، ترجع على قريتك، توعدي معززة مكرمة، هل ترجعي؟ بقت الحالة بنطيهم شاينهم، بس انطوني ولادي وما بديش غير الاوعي اللي علي. وإسا بحساب بلدنا رايحة كل أخطاط اليهود وعامل كوباني، أنا رحت عليها عالطربة، رحت عبور إخواتي، رحت وزرتهم، وإمي وأبوي بكفر يصيف ماتوا. وبقت الحالي ما بديش، بروح بقعد مطرح مكانات الأرض بالسهل. أنا أرضنا بعرفها وين هي، أرض السوق بعرفها، وين دار هذول دار بدون، أرضنا حد أرضهم لدار بدون، زتون دار بدون، والبهجة لدار بدون، كله بعرفه. نقعد بالسهل ولا جميلة هون، نقعد بالسهل، إنا أرض وإنا حواقي. وبدل العالم مثل ما دليت عدارنا هون، ومن در أزت إسرائيل وضربت هون الطيران حبتها العين الحلوة، العالم أغلبها عرفت بيوتها من دارنا. كنا إحنا دهنين أزرق، ويوم انهبطت الجور اللي انفتحت بالسقف بينت زرقاء. كل نقول هاي الدار دار علي عبد الله، هاي دار أبو علي، هي مبين الدهان عليها أزرق، ما هي كل جابها الحيطان حقوموها فوق بعضها. وأنا يخلوني أروح وينطوني أولادي بدلهم على بيوتنا. كيف بدنا نقول؟ حجي أفهم من كلامك ما في شيء بغني عن الوطن. قال ولا شيء ولا شيء ولا أغلى من الوطن، ما في شيء. قال ولد الوطن أخت الوطن أغلى، أغلى من كنوز الدنيا ومن جنتها أغلى. حجي حافظة شيء هيك، شيء عتابة، شيء زجل أيام فلسطين؟ شو بدي أقول لك؟ هسه والله مضوعة. شو؟ سمعينا شيء وحدة. شو بدي أقول لك؟ عتابة؟ عتابة ما تولي بال مجروح ولا تشفي العليل إن كان مجروح. أجينا لا نسلي البال ونروح، وروحنا محملين من الغضب. شو بدي أقول لك؟ ما بدي الجيران وأهلي، وعلينا بكية الجيران وأهلي. شو بدي أقول لك يا حبيبي؟ خلينا حالنا والله.